من موقعنا صدى البلد جامعات نتابع مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن عن موعد حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثانية. أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثانية لعام 2021 لمسابقات التصوير والنحت والنقد الفني والتصوير الفوتوغرافي والعمارة، وكذلك افتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 الساعة 6 مساء في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك. جدير بالذكر أن جوائز الفنون للدورة الثانية قد زادت لتشمل 5 فروع والتي تتمثل في الآتي: جائزة التصوير الرسم تبلغ قيمتها 100,000 جنيه، وتضم لجنة التحكيم الدكتورة علي عبد الهادي عميدة كلية العمارة والفنون سابقا في جامعة الباترا، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقا في جامعة حلوان، الدكتور حسين الشابوري فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي، الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والفنان التشكيلي سمير فؤاد، والفنان إيهاب اللبان فنان ونحات ومدير مجمع الفنون في وزارة الثقافة. جائزة النحت تبلغ قيمتها 100,000 جنيه، تضم لجنة التحكيم الفنان عبد العزيز صعب الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت، والدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور عصام درويش الأستاذ بقسم النحت بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان، والفنان التشكيلي والنحات ناجي فريد، والفنان إيهاب اللبان فنان ونحات ومدير مجمع الفنون في وزارة الثقافة. جائزة النقد الفني التشكيلي تبلغ قيمتها 60,000 جنيه، تضم لجنة التحكيم الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة سابقا وأستاذ علم نفس الإبداع في أكاديمية الفنون المصرية، الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية، الدكتور ياسر مونجي أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة، الدكتور هاني أبو الحسن أستاذ بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، وفاطمة علي كاتبة وناقدة فنية. جائزة التصوير الفوتوغرافي تبلغ قيمتها 100,000 جنيه، تضم لجنة التحكيم الفنان أيمن لطفي والفنان عماد عبد الهادي والفنان جلال المصري. جائزة العمارة تبلغ قيمتها 100,000 جنيه، وتضم لجنة التحكيم المهندس المعماري شهاب مظهر والمهندس الاستشاري محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمهندس المعماري حاتم السعيد.